الإرهاب الغادر ها هو يظهر وجهه القبيح مرة أخرى من خلال استهداف المدنيين الأبرياء، إذ أثار الانفجار المزدوج الذي حدث في ساحة الطيران في بغداد ردود أفعال مستنكرة واسعة النطاق على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة إلى مبادرات إنسانية كانت العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية من السباقين إليها بوفد رسمي تفقد عوائل الشهداء والجرحى. بتوجيه مبارك من المتوليين الشرعيين العتبة الحسينية المقدسة والعتبة العباسية المقدسة أصحاب السماحة الشيخ عبد المهدي كربلائي حفظه الله ورعاه وسماحة العلامة سيد أحمد الصافي حفظه الله ورعاه، توجه وفد كبير من يوم أمس السبت ولهذه اللحظة من كربلاء إلى بغداد. وفي الواقع بدأنا من يوم أمس بتوجيه أصحاب السماحة ابتداء بزيارة عوائل الشهداء ونقل التعازي الحارة لهم ودعوات أصحاب السماحة لهم بأن يفرع عليهم الصبر للفقد الجسيم الذي حصل لهم من جراء التفجير الإرهابي اللي حصل قبل 3 أيام. وكما تعلمون في الواقع هذا المصاب ليس المصاب القليل، ذهبت على أثر هذا التفجير الإرهابي أرواح ليست بالعدد القليل. وطبعا أنا في الواقع للإنصاف والحقيقة لا أشير لا شيء، ولكن من تسبب بهذا الأمر سواء من الداخل من الخارج سيلقي غيه إن شاء الله عاجلا غير آجل إن شاء الله. نحب أن ننقل تعازي سماحة المتولي شرعي العتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي وسماحة السيد أحمد الصافي الأمين المتولي شرعي العتبة العباسية إلى ذوي الشهداء، وبدورنا ناشد رئاسة الوزراء الاهتمام بالجانب الأمني من خلال كشف الجرائم باستخدام الأجهزة الإلكترونية من أجهزة المراقبة المرئية وأجهزة كشف المتفجرات وغيرها للحد من هذه الجريمة. الوفد ضم عددا من مسؤولي العتبتين المقدستين حيث نقلوا تعازي المرجعية الدينية العليا والمتوليين الشرعيين للعتبتين المقدستين وخدمة المرقدين الطاهرين لعوائل الشهداء والضحايا الذين بدورهم ثمنوا هذه الخطوة والمبادرة، وقدموا شكرهم لمن حضر وواساهم معبرين في الوقت نفسه عن عمق اعتزازهم بهذه الزيارة المباركة. يشتغلون بسطيات على باب الله أجرى يومية، هي ما يشتغل يبيعون بسطون يجوا العالم تشتروا منهم. هو هذا عمل الإرهابي اللعين يعني يجي على الناس فقرة، بس ليش يعني الناس البسطة شو كم ولد سلاح كم شي سلاح دي حربون ونقتلوا أرزقهم قطعوا زراديمهم وقطعوا رزق العالم واتوا وراحوا. شو يشتغلون أجر يومي إذا جاب لك 15,000 اليوم يفرح علي وعمر يفرحون. والله يا ابني الشعب العراقي مبتلى، وهاي السنين الطويلة اللي مرت على شعبنا مرت سنين ضيم وراحت التفجيرات وقلنا صرنا بخير بأمان، بس مع الأسف هو هذا المخطط الإرهابي مخطط عالمي معروف، بس نقول إنا لله وإنا لا راجعون. يعني بس أريد أسأل هذول اللي يدعون الإسلام أي دين هذا؟ المن دا يستغل قتلوا ليش يقتلوا من هذا الشاب مقتبل عمره؟ شنو الذنب اللي سواه؟ ببسطيات ناس فقراء رايح هو يشتغل خلف السيراميك رايح دا يشتري عدة مال شغل وصار هذا استمرت الجولة ليومين متتاليين، فبعد أن حضروا مجالس عزاء الشهداء وزاروا عوائلهم في مختلف مناطق بغداد كانت لهم جولة داخل مستشفى الكندي حيث تفقدوا أحوال الجرحى وقدموا يد العون لهم لعلاج الحالات الصعبة. باب الشرجان أشتغل بملابس بالة، عندنا كان بارب وقت الحادث كان طالعين أنا وأبويا. أول ما صار الحادث جاي طقت عنده صوتية طقت، رحنا عليه جمعت العالم عليه قام يصيح أخبطنا لحقولي. جمعت عليه العالم، أول ما تجمعت أبوي صاح عليه حيدر رجع لي وراه
خليته ورجعت بلحظة الرجوع مالت اللي ورا مشيت يعني مسافة 10 مترات 11 متر ويطق الثانية انقمع علي بعد ما أدري صار عاون بالعاون ضليت وشو ما أعرف صار الانفجار الثاني والله ما أدري يعني حتى ما انتبهت عليه وفجأة شفت نفسي انضربت والله ما أعرف يعني أجد العالم كلهم فقرة هناك وعالم يعني كسبه يعني من الطبقة الفقيرة كلش يعني ما يأثرون لا على دولة لا على أي شيء يأثرون يعني عالم كسبه وبسطاء يعني أنت تروح تشوفهم يعني وقت التعزيلة هذا اللي بيده قطعة بربع قطعة ب500 يعني أجد العالم الكسبة والفقرة تروح منك يعني تتسوق. العتبتان المقدستان كانتا وما زالتا سندا لذوي الشهداء الذين ارتقت أرواحهم البريئة إلى بارئها على أيدي المجرمين الذين لا ينتمون للإنسانية بأي صلة في تفجير إرهابي جبان في ساحة الطيران، لتضاف هذه الكوكبة من الأبرياء إلى قائمة شهداء العراق الذين قتلوا ظلما في العاصمة الحبيبة بغداد وباقي المحافظات العراقية.